حاوية غير ملفتة للنظر موضوعة فوق القاعة الملكية للمهرجان في لندن، تعد حالياً أحد الأماكن المميزة للذواقة. أغلق الطاهي البارع توم كيتشن مطعمه في إنبرا ليري زبائنه العالميين خلال الألعاب الأولمبية في لندن فنونه في الطهي. تتسع الحاوية لثمانية عشر شخصاً، ويتراوح سعر وجبة الطعام المشكلة من خمسة أطباق متنوعة ما بين 200 إلى 300 يورو. أنا مضغوط بسبب العمل حالياً، حيث فترة الألعاب الأولمبية في لندن، وقد دفع الزبائن الكثير من المال لتناول طعامهم هنا. آمل أن تعجبهم قائمة الطعام، فهذا ما أجيد عمله. وأنا أحضر هذه الوجبات في لندن، إلا أن مكوناتها تأتي من اسكتلندا، وأنا مستعد لتقديم الأفضل. جلب توم كيتشن طاقم عمله الخاص معه وهو يطهو في مطبخ حديث جدا يمكنه من طهي كل ما يريد من مأكولات. يقدم شوربة بحرية متنوعة كمقبلات، علما بأن مالك المطعم صانع أدوات طبخ سويدي. يتناوب على العمل هنا ستة من الطهاة البريطانيين المهارة على مدى ثلاثة أشهر، ثم ينتقل المطعم الموضوع في حاوية إلى مدينة أخرى. كما أن مطعم الشواء هذا الواقع في حي إيست إند اللندني لم يتبقى له سوى ستة أسابيع فقط. لقد انتشر سريعاً صيت جودة اللحومات المشوية والسعر المناسب وقدره 13 يورو. لا يملك الطاهي تشارلي كارول مكاناً واسعاً في المطبخ، فهذا هو المطعم المؤقت الأول له. هذه فرصة رائعة لكل من فكر في افتتاح مطعم خاص به يوماً ما، إذ يمكنه أن يجرب ويرى إن كان بإمكانه توفير ما يحتاجه، وإن كان بإمكانه الحصول على اللحم المناسب وتحضيره جيدا، وأن يختبر قبول الزبائن بفكرته. يطلق اسم فلات آيرن على قطعة لحم مميزة مأخوذة من كتف البقر، وهي قطعة لحم يزيد الإقبال عليها. احتاج تشارلي كارول تسعة أشهر حتى عثر على أفضل بائعي اللحوم، وهو مصر على استغلال الفرصة خلال دورة الألعاب الأولمبية ليضع قدماً له في عالم المطاعم. وعلى بعد 100 متر من ساحة الأولمبياد هناك مخزن فارغ تحول إلى مطعم مؤقت للطاهي جيمي. يملك الطاهي المشهور ثلاثة مواقد كهربائية قديمة يحضر عليها قائمة طعام جامايكية مكونة من خمسة أطباق. وقد بدأ في تحضير الوجبات عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لكن رغم ذلك يبدو مسترخياً. للإنترنت تأثير كبير، وثمة جيل جديد الآن ينظر إلى المطاعم التقليدية على أنها مملة، وهو يبحث عن شيء جديد، فالأمر لم يعد يتعلق بالطعام فقط، بل بالتسلية والأجواء، إذ يلتقي المرء بأناس في المطعم ويتعرف على آخرين. يرغبون بقضاء وقت ممتع هنا ويتطلعون إلى أمسية مليئة بالمفاجآت، والألعاب الأولمبية مناسبة ممتازة لمثل هذا الأمر. بعد انتهاء الأولمبياد سينتقل جيمي غارسيا إلى مكان آخر في العالم ليطهو فيه.